اخي الغالي، الخدمه هنا تعني لي هواي، عده ابواب. اولها يعني خاصه يعني من اجل هنا انا واطفالي، تقول لي من منظار لطيف هنا، اقول لهم يابا عملت انا هنا لي باب بهاي التفاتيش، اشتغلت هنا بهذا المكان، اشتغلت داخل الصحن، اشتغلت اكثر، افتخر بي اني وعائلتي، وتقدر تقول يعني بهذا النفس يعني شلون اجازي الامام موسى الكاظم محمد الجواد، اذا اقدر بهذا المنظار يعني اقدر اجازيهم بالخير. اخي الغالي، احنا نريد نخدم بكل طاقتنا بخصوص الامام موسى الكاظم محمد الجواد، هاي الطاعه وهاي الخدمه فخر وعز انه واطفالنا والجيل، وخصوصا الي يعني خاصه اول شخص من عائلتي اللي يخدم بهذا الموقع المبارك مثل الامام موسى الكاظم محمد الجواد. فنفتخر الي ولاطفالي اللي واجدادي اللي كنا نشتغل هنا بخدمه الامام موسى الكاظم محمد الجواد، تعبر عن حبي مستوى، والدليل يوم عن يوم نحس فخر وعزم، وحق كل اسمها حتى ذا بالخارج وين تشتغل، انا اشتغل عند الامام موسى الكاظم، خادم عند الامام موسى الكاظم بعز وفخر.